السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده احنا فيديو جديد مع بعض، وفيديو النهارده سيدة وروتينها المتألق جدا. قد ايه كمان هتشوفوا كده معايا وهتحكموا معايا عليها بنفسكم، ونشوف الابداع بتاعها والترتيب والنظام اللي كمان بتقدر توفيه وتقوم بيه، في ظل كمان ان معاها اطفال صغيره. حابه اقول لكم كده طبعا قبل ما نكمل فيديو النهارده، ما تنسوش طبعا دعمكم لينا وللقناه باحلى لايك والاشتراك فيها عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اليومية اللي انا بنزلها. وحابة اقول لكم كمان لينك قناتي الجديدة هتلاقوها تحت في اول تعليق مثبت، لان طبعا يعني انا عملت القناة التانية عشان لا قدر الله القناة هنا حصل لها اي مشاكل، هتلاقوني هناك باذن الله. عشان كده عايزاكم تروحوا هناك كمان وتشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس، وهتشوفوا معايا هناك بقى روتينات وافكار وحاجات حلوة جدا هتعجبكم باذن الله. تعالوا نشوف دلوقتي كده. طبعا هنا الست دي عملت يعني اللي يمكن شركات تنظيف بتعمله وبيبذلوا فيهم طبعا مجهود خرافي، وبتدفع كمان مبالغ مادية كبيرة. انما بقى تعالوا نشوف الست الشاطرة اللي بتقدر توفر على نفسها تكلفة عالية جدا، وتقدر كمان تدبق وتظبط امورها وتنسق في نفس الوقت، ونشوف كمان ثقافات مختلفة من بلاد اجنبية، ونشوف برضو الست الصينية دي هتبدع معانا وتقوم بروتينها على اكمل وجه. شايفين طبعا دلوقتي كده بدأت تفضي الدولاب كله وتشوف الملابس اللي هي مش محتاجاها تحطها في جنب، وتظبط كمان كده الدولاب بتاعها بالدولاب بتاع زوجها بكل الملابس اللي هم محتاجينها. بس تخيلي كده كم واحد فينا الدولاب بتاعه عنده زحمة من ملابس كتيرة ما بيستخدمهاش، وكمان سايبينها ليه؟ انا مش قادرة افهم. غير كده طبعا بقى بتبقى يعني عرضة للاتربة، وان هي تتوسخ بسرعة، واحنا عارفين طبعا ان الملابس اللي بيعدي عليها اكتر من سنة بتصفر، واللي بتبهت ولونها كمان يغير شوية. فليه انت تقدري طبعا تخرجيها وتتبرعي بيها لحد يكون محتاجها، وفي نفس الوقت كمان تعملي عمل خيري وتاخدي عليه ثواب كويس جدا. هي هنا خلاص يعني دلوقتي كده يعتبر بتفنش الأوضة، حاطة كل حاجة في صناديق، وبتقول طبعا في ظل أو أثناء كل ده أو كل اللي بيحصل ده، طبعا ولادها بيزنوا حوالين منها، عايزة كمان إن هي تراعيهم كويس، تشوف واجباتها ناحيتهم، تأكلهم، تشربهم، المسؤوليات الصعبة اللي أي أم فينا بتعملها. تعالوا نبص دلوقتي هنا كمان برضو كده خرجت كل حاجة في البلكونة، الهدوم اللي هتتغسل هتتغسل، واللي محتاجاها طبعا زي ما شفنا ظبطتها في جنب. وهنا كمان برضو كده بدأت هي وزوجها بعد ما ارتاحوا شوية كل واحد فيهم قام برضو ويعمل الروتين المناسب ويظبطوا الدنيا حوالين منهم زي ما احنا شايفين. خلاص دلوقتي كده يعتبر يعني لموا كمية كراكيب من البيت ما كانش لها اي لازمة، بدأت تحطها قدام الباب، وزوجها كمان هياخدها يرميها. هنا خلاص دلوقتي كده برضو كان عندها كمية من الملابس المغسولة، خلاص كانت لمتهم من على الحبل، وبدأت كمان تظبط عندها الدولاب، كل حاجة حواليها دلوقتي زي الفل، والروتين بتاعها كمان ماشي 100 فل و10. طبعا بقى الحلو في الدولاب اما يكون عندك دولاب واسع، وخصوصا كمان زي ما شفنا ان هي عاملة الدولاب لحد السقف، يعني قسمين كده، قسم تحت وقسم فوق، فدي كمان فكرة حلوة قوي. الحلو في الموضوع كمان دلوقتي واحنا بنكمل الفيديو مش على قد الروتين بس، لا ده هنشوفها دلوقتي كمان وهي بتعمل ورق على الرخام بصورة وفكرة حلوة جدا، يعني ازاي تجددي وتغيري في شكل المطبخ عندك وبتكلفة بسيطة جدا. ممكن يكون تكلفتك المادية بسيطة قوي، بس طبعا تقدري تغيري وتجددي وتزيني الدنيا حوالين منك زي ما بقول لكم كده دلوقتي. تعالوا نبص هنا دلوقتي طبعا كده دخلت على المطبخ بعد ما نيمت ولادها، وبتقول دي كمان بقى من اسعد اللحظات، هتنيمي ولادك صدقيني فعلا هتعملي روتين قيم جدا، هتعملي مجهود في البيت خرافي جدا. تعالوا نشوف دلوقتي ازاي هتبدا تلزق كمان الورق ده على الرخامه وتجدد في شكل الرخامه، وزي ما احنا عارفين ان الورق ده يا جماعه ضد الميه وضد النار، وكمان طبعا احنا شفناه موجود منتشر عندنا كمان في الاسواق المصريه بصور واشكال كتيره جدا. هنشوف دلوقتي كمان كده وهي بتظبط معانا التربو اللي ظاهر قدامنا ده، وتبدأ كمان تعمل كده الأرفف بتاعته اللي كانت باللون الأبيض ولونها اتغير، هتبدأ كمان دلوقتي كده تعمل الأرفف باللون الفضي اللي بيلمع اللي احنا شايفينها دي. شايفين طبعا كده قدرت تغير شكل التربو اللي موجود عندها بالستايل الجديد، وفي نفس الوقت كمان يكون ديكوره أحلى بكتير وشكله تغير تماما.
طبعا بقى الحاجات دي حلوة في ايه، ان احنا بناخد حماس اكتر من ستات اجنبية. هتقولي لي الحمد لله الست العربية بتعمل احسن من كده، اكيد طبعا الحمد لله الستات العربية كلهم وكلنا شاطرين جدا وبنعرف نبدع جدا جدا، بس في نفس الوقت زي ما احنا بنعرض جوانب سلبية للستات في منازل صينية متبهدلة ومتكركبة وفيها كمية من الدهون والاوساخ صعبة جدا، احب اقول لكم كمان ان هنا قد ايه الستات دي شاطرة جدا، وفي نفس الوقت كمان بتبدع وتسيطر على البيت بكل طاقتها ومجهودها اللي احنا شايفينه، وبيقدروا كمان ان هما يبدعوا فيه زي ما احنا شايفين مع بعض. خلاص دلوقتي كده يعتبر هي خلصت المطبخ، مسحت الارضيه، جابت هنا كده الببرونات بتاعت ابنها، طبعا بتقول لازم يتغسل ويتعقمه كويس وكمان بميه مغليه قبل ما تنام. هي دي بقى الست الشاطره اللي قبل ما تنام تحس انه كل حاجه وراها بقت تمام وخلصت كل المطلوب منها طول اليوم، وزي ما احنا عارفين شغل البيت ما بيخلصش ابدا، اللي بتصحي فيه بتنامي فيه، في روتين نهاري وفي روتين الصبح بدري، في روتين بالليل قبل ما تنامي، يعني دي كمان من الواجبات والأساسيات اللي بتكون موجودة عند كل ست فينا وما بتخلصش أبدا. تعالوا نبص دلوقتي كده برضو هنا كده يوم جديد عندها، واليوم ده بدأ الساعة 10، تقول طبعا ولادي كانوا مبهدلين الأوضة تماما، كل الألعاب والهدوم المتسخة بتاعته مرمية يمين وشمال، الأوضة فوضوية جدا، بدأت كده تعلق الهدوم النظيفة، الهدوم المتسخة طبعا لميتها كلها عشان تاخدها على غسيل، ظبطت كده الشوزات بتاعتهم، الدنيا طبعا حواليها متبهدله جدا، هتمسح الارضيات، مسحت الاوضه، هتوضب الدنيا اكتر، هو ده اللي انا بقول لكم عليه. هتصحي قبل ولادك بساعه او قبل ما ولادك طبعا او بعد ما يناموا ولادك طبعا، هتعملي كمان روتين تاني، هتحسي ان الدنيا حواليك نظيفه وزي الفل. خصوصا كمان المشكله عندها ان هي معاها توائم، وطبعا التوائم دول يا جماعه هما اكيد مش مشكله ولا حاجه، بس بتكون عقبه للام في حاجه، بيكبروا مع بعض، المسؤوليه صعبه جدا اما انت تكوني لسه في مقتبل العمر او في بدايه حياتك وتجيبي كده طفلين مره واحده، على الرغم ان انت كنت الاول مسؤوله عن نفسك، بس طبعا اكيد اللي عندهم توائم هما اللي حاسين بالنقطه دي، مسؤوليه صعبه جدا. او تخيلي كده مثلا ان انت خلفت ولادك ورا بعض، هتحسي ان الدنيا كلها فوق منك، دماغك دي متبهدلة، 100 حاجة انت بتفكري فيها، دماغك مش مظبوطة مش متوازنة، كل حاجة بالنسبة لك مشتتة جدا. وعلى الرغم من ده كله طبعا مش هنقدر ننكر مجهودها الخرافي اللي هي قامت بيه في البيت، وان كل حاجة في حياتها نظيفة وزي الفل، وقد ايه ان هي شاطره، وجايبه هنا كمان الاكياس بتاعه ضغط الهواء اللي بتوفر معاكي في المساحه كويس جدا. اكيد طبعا كل حد فينا جابها وجربها هيعرف كمان قيمه اللي انا بقول لكم عليه. تعالوا نشوف كمان كده الست الشاطره اللي بتنظف بيتها اول باول، وبتنظف تحت السرير والكنب. دلوقتي خلاص طبعا كده هي شطبت الحمام وبقى زي الفل وخلصت روتينها، وكان خلاص بقى كده ولادها طبعا صحوا من النوم في عز ما كانت بتغسل سنانها. طبعا بقى كده يا جماعة هي دي معاناة كل ام فينا، بس ده طبعا واقع حياة احنا ما نقدرش ان احنا نغيره. تعالوا نبص كده ونلاحظ كمان ان معظم الفيديوهات الروتينات الخاصة بالستات الصينية بيصحوا فيها من النوم بدري، مش زينا كده ممكن في الاجازة نصحى الظهر او العصر بقى والحاجات دي كلها، لا هما من بدري تلاقيها صاحية، ويمكن كمان بيقولوا من وجهة نظرهم ان الساعة 10 أو 9 دي بالنسبة لهم متأخر، يعني متعودين يصحوا بدري كويس جدا يخلصوا كل اللي وراهم ويقعدوا او يخلصوا كمان مشاورهم ويشوفوا كمان اليوم بتاعهم هيكون ماشي ازاي. اتمنى طبعا فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش طبعا دعمكم لينا والقناه باحلى لايك والاشتراك فيها عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اليوميه اللي انا بنزلها معاكم. اشوفكم ان شاء الله على خير بكره في فيديو جديد، ومع السلامه.